إن مصر لا يبنيها إلا الإنسان المصري، إن أمال الحاضر وأحلام الغد وأمنيات المستقبل لا يحققها إلا العمل الجاد الشاق، ولا يقربها إلى الواقع إلا الجهد المخلص الشريف. فالعمل هو المفتاح الوحيد للتقدم، وهو السبيل الوحيد لبلوغ كل غاية والوصول إلى كل هدف. في يوم من الأيام كان تمكين الشباب أشبه بحلم، وعندما تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمور البلاد وضع الشباب على رأس أولوياته، تقلدهم مناصب قيادية وتنفيذية، وتحول الحلم إلى حقيقة، وأصبح الشباب شريكاً أساسياً في خطط التنمية الحديثة بكل مؤسسات الدولة. ضفنا اليوم نموذج شاباً مشرفاً بدأ كفرد مؤثر باتحاد طلبة كلية هندسة جامعة قناة السويس، واليوم نحاوره كواحد من أهم الكوادر السياسية المهمة والمؤثرة في مصر. نرحب بالمهندس أحمد صبري، أمين شؤون المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن. برحب بيك يا باشمهندس أحمد. باشمهندس أحمد، وجود الحوار الوطني في التوقيت الحالي هي فرصة كبيرة للشباب إن هم يستغلوها وبقوة، لأن هتلاقي أفكار كتير من اللي بيطرحوها هي قريبة لطموحاتهم وأحلامهم، أفكار خارج الصندوق، أفكار في منها كتير قابل للتنفيذ، لهم أفكار في المحور الاقتصادي وأفكار في المحور الاجتماعي. بما إنك كنت رئيس اتحاد الطلبة لمدة سنتين في جامعة قناة السويس كلية هندسة، دلوقتي المطلب في الحوار الوطني هو دخول الشباب الهيكل الإداري من خلال اتحاد الطلبة، رأيك إيه؟ يمكن طبعا الحوار الوطني أنا بشوفه فرصة تاريخية وعظيمة، مش بس للشباب المصري، كان كمان لكل الفئات المختلفة. النهاردة بقى فيه مجال وبقى فيه منصة نقدر منها إن احنا نتحاور ونتناقش بوجود السلطة، وجود الحكومة، وجود مجلس النواب، مجلس الشيوخ، نقاش أنا بشوفه بناء، وجهات نظر مختلفة نقدر من خلالها نوصل إلى حلول وإلى أفكار وإلى اقتراحات. وزي ما شفنا السيد الرئيس قال إن أي حاجة هتبقى داخل سلطتي كرئيس للجمهورية ولا تتجاوز الدستور أو القانون فإني على الفور هوجه بتنفيذها. الشباب مصر طبعا باعتباره الفئة الأكبر من المجتمع المصري، نتكلم ان هو يقترب تقريبا من 60%، ده حقيقي، فبالتالي تطلعاتهم هي تطلعات لا يمكن إغفالها. لو هنتكلم عن الشباب عموما، الشباب عنده تطلعات اقتصادية، عنده تطلعات سياسية، وعنده تطلعات اجتماعية. تطلعات الاقتصادية متعلقة بان هو بعد تخرجه محتاج ان هو يلاقي وظيفة مناسبة للجهد اللي هو عمله في الجامعة، محتاج ان هو هيبدأ حياته الشخصية، فبالتالي محتاج سكن، بالتالي هيبقى محتاج ان هو يبني أسرة. النهاردة بنشوف الجهد اللي بذلته الدولة، وبنشوف الجهد اللي بتبذله في كل المجالات دي، ولكن مش كل الشباب عندهم نفس التوجهات. بس طلبة الجامعات عندهم رغبة شديدة في ممارسة العمل السياسي، بس كتير منهم مش عارفين التراك فين يمشي ازاي. ده حقيقي. يمكن انا افتكر يمكن احنا فتره وجودنا كانت سنه 2012 2014، كانت فتره فيها زخم سياسي وفيها نوع من انواع الاختلافات ونوع من انواع التنوع، فبالتالي
أفرزت مجموعة كبيرة من القيادات الشبابية والسياسية اللي أنا بشوف إن هم أخذوا دور كبير في على الساحة السياسية دلوقتي. يمكن حالة الاستقرار السياسي في الفترة من 2014 منذ تولي الرئيس السيسي فترته الرئاسية الأولى، وزادت أكتر في الفترة الرئاسية الثانية بتولي الرئيس في 2018. الاستقرار السياسي ده خلى إن شوية فرصة وجود الشباب في السياسة أقل. فكان من الدولة بتوجهات السيد الرئيس إن هو فتح مسارات عشان هو شايف ده وحاسس بده، نقدر إن احنا من خلاله نأهل الشباب ونمكنه سياسيا. عندنا ده تم بالفعل في البرنامج الرئاسي وتنسيق شباب الأحزاب والسياسيين بالظبط، برنامج تأهيل. زائد كمان إن النهارده بقى عندي في الأحزاب السياسية بنشوف إن في كوادر شبابية كتير واخدة فرصتها. التأهيل يا باشمهندس أحمد، يعني التأهيل برضو مهم جدا، يبقى عارف طريقه هيمشي منين. أنت محتاج فوق 30,000 منتخب علشان خاطر تكون مستعد للانتخابات المحلية. هل أنتوا في حزب مستقبل وطن عملتوا برنامج للتأهيل، استعديتوا للانتخابات المحلية؟ طبعا قصة المحلية دي يعني هي الحديث الدائر في كل الأوساط السياسية على مر السنين من 2011 لغاية اليوم. كان في 12 سنة مصر من غير مجالس محلية. المجالس المحلية الشعبية المحلية أنا بشوفها أن هي واحدة من أهم الهيئات والمؤسسات التي لابد أنها تكون موجودة، لأنها بتبقى شريك للحكومة في اتخاذ القرار وفي رقابة على تنفيذ القرارات اللي متاخدة من أول الوحدة المحلية والمجالس القروية لحد مستوى المحافظات. وإحنا عندنا مجالس محلية قوية، فإن إحنا هيبقى عندنا خدمات قوية. مجالس محلية هي اللي بتشرف على الصرف الصحي، خدمات الكهرباء، خدمات المية، خدمات الصحية، الإنشاءات اللي بتتم، تطوير الطرق، الكباري، كل شيء بيتم في البلد سواء في القرية في المدينة في الحي في المحافظة هو نتاج لرقابة وتفكير المجالس المحلية. مجالس المحلية في جانب تنفيذي ده مسؤول عنه الحكومة، في جانب شعبي اللي احنا بنتكلم النهارده الجيل اللي موجود الحالي من الشباب تحديدا. بصينا للدستور في المجالس المحلية بنقول ان مجالس المحلية 25% شباب، 25% مرأة، 50% عمال وفلاحين. 25% شباب، يعني احنا بنتكلم على اخر تعداد لعدد المقاعد للمجالس المحليه على مستوى الجمهوريه كان حاجه و50,000، النهارده ممكن يوصل لحاجه و60,000. يعني بنتكلم على ما يقرب من فوق ال 15,000 شاب النهارده عنده فرصه ان هو يتواجد في المحليات. اذا كان الشاب ده ما عندوش تواجد في المكان بتاعه، ما عندوش القدرات، ما عندوش الامكانيات ان هو يقدر ان هو يكون يقوم بدوره كعضو في المجالس المحليه، سواء كان في وحدة القرية أو في الحي أو في المحافظة أو أيا كان، فإن هو النهاردة هيبقى فاشل في القيام بمهامه، فبالتالي هيبقى كل الجهد اللي هو بذله راح في الأرض. طب إيه المطلوب النهاردة؟ المطلوب النهاردة إن في برامج إحنا بنعملها كحزب مستقبل وطن، اعتبر إن الحزب مهتم جدا بمشاريع الشباب. طب بالنسبة لك الكادر السياسي يعني يبقى إيه مؤهلاته؟ إحنا بنبدأ مع الشباب في العمل السياسي أولا من سن كام؟ احنا طبعا ملتزمين ب 18 سنه يعني النهارده عشان نقول يعني ان حد يقدر ان هو يبقى موجود يعمل عضويه 18 سنه، يكون طلع البطاقه، يكون على الاقل استقر في وضعه في حياته العلميه، عارف الكارير اللي هو هيدرس فيه. وانا بشوف ان كل ما الشباب انضم للعمل السياسي في سن بدري كل ما اكتسب خبرات بدري. بالظبط، انت في الجامعه وفي الدراسه بيبقى عندك المجال ان انت النهارده تقدر تقتطع من وقتك وتقدر ان انت تتعلم. احنا بنقدم تدريبات على مستوى تنمية المهارات الشخصية زي الاتصال السياسي وزي التواصل وزي العمل الجماهيري في الشارع، والمهارات السياسية ان انت تعرف يعني حزب، ان انت تعرف يعني اصلا المجالس المحلية. يعني في خلط كتير عند الناس ما بين المجالس المحلية وما بين مجلس الشيوخ وما بين مجلس النواب. حقيقة الامر ان كل حاجة من دي ليها دور مختلف تماما، وان اغلب الشباب اللي طالع النهارده ما حضرش مجالس محليه، فبالتالي بيتفاجئ ان في حاجه اصلا ممكن ان يكون ليها الصلاحيات دي، وان انت كشاب او انت كمواطن ممكن ان انت تنسم تغلبك وتبقى شريك في اتخاذ القرار في كل حاجه متعلقه بامورك الحياتيه وامورك اللي هي موجوده في المكان اللي انت بتعيش فيه. فبالتالي احنا بناخد الشباب بنعمل تدريبات، بنعمل معسكرات، بنعمل ملتقيات، ولسه يمكن كان عندنا معسكرين واحد في الاسكندريه وواحد في الغردقه، وكان قبله احنا كأمانة مجلس محليه عملنا ملتقى في الغردقه وهنعمل ملتقيات ثانيه. حاول نجيب الشباب، جبنا الشباب من الاتحادات الطلابيه. النماذج الشبابيه اللي بتعملها وزاره الشباب والرياضه زي نموذج محاكاه مجلس الشيوخ ونموذج محاكاه البرلمان. طيب يرجعني النقطه، هل ممكن نطلع بتوصيه من الحوار الوطني بمشروع قانون
لتنظيم اتحاد الطلبة والأنشطة الطلابية؟ احنا طبعا في مشكلة، هيبقى في انتخابات حقيقية داخل اتحاد الطلبة. هو طبعا احنا خلينا نقول ان الوضع في الجامعات اهدى كتير من فترة مثلا من 2011 ل 2013. الوضع الحالي انا بشوفه افضل بكتير من قبل 2010، ولم يصل بعد الى الحدة اللي موجودة من 2011 ل 2013 اللي كان في حالة استقطاب سياسي. طيب، من النقاش مع الطلبة ومن الشباب سواء في مجلس النواب، سواء في جلسات النقاشية اللي بنعملها في المعسكرات، او سواء حتى اللي دارت في الحوار الوطني وفي الجلسات اللي كانت موجودة على السوشيال، ايه المشكلة؟ المشكلة دايما ان احنا طالما ان في نوع من انواع التعددية في اي مكان هتفرز كوادر. انا النهاردة فعش ان انا في الجامعات يبقى في اسرة او اتنين فقط هما المحتكرين العمل الطلاب، محتاجين يبقى في مساحة وحريه اكتر. نقطه الحكومه باللجان النوعيه اللي جوه اتحاد الطلبه بالظبط في تاسيس الاسر الطلابيه، من الاسر الطلابيه النهارده يبقى في تعدد وتنوع، يبقى في نتيجه ايجابيه. لما يبدا النهارده ان انا كوزاره زي وزاره التعليم العالي وزي وزاره الشباب يبقى عندي دايما اتصال بالاتحادات الطلابيه واداره النشاط الطلابي، دي مهمه جدا في الجامعات الحكوميه والخاصه، وابدا ان انا اشوف مقترحات الشباب دول والطلبه دول واسمع ليهم، وابدا اخد المقترحات دي واربطها بالوزارات المعنيه بالزبط. او باللجان سواء كانت في المحافظه، لان احنا النهارده هيعمل وعي عند الطلبه كتير، هيعمل وعي وهيحسسه عارفين الحكومه بتعمل ايه، هيحسسه ان رايه مسموع، تعرف الطلبه بتعمل ايه وبيفكروا ازاي ورايه مسموع. انا كطالب النهارده عمال اتكلم واعمل جهد وابذله، في الاخر خلاص المقترحات دي معلش يبقى مصيرها ان هي متحط في الدرج، هيجي لي احباط. لكن لو على الاقل خدت فكره كل سنه من اتحاد من الجامعات، واحنا عندنا النهارده ميزه، احنا كل اقليم النهارده او محافظه فيها جامعه. يعني انا افتكر كجامعة قناة السويس دي بتخدم على 5 أو 6 محافظات، كان اسماعيليه، بورسعيد، السويس شمال وجنوب سيناء، ومعنا دمياط. النهارده بقى في جامعه دمياط، جامعه قناة السويس في الاسماعيليه، جامعه بورسعيد، جامعه السويس، جامعه العريش. يعني بقى كل محافظه ليها الجامعه بتاعتها. طب انا النهارده استفيد من الجامعه دي على مستوى الاتحاد الطلابي اللي موجود، ان انا عندي 7 لجان موجوده في الاتحاد، كل لجنه من دي في المجال بتاعها تبدا ان هي ترفع توصيات، تبدا ان هي تشوفها واربطها بالمجتمع المدني اللي موجود، وانا كحكومه اشوف وانفذ زي ما الرئيس بيعمل. اشوف مؤتمرات الشباب، نماذج المحاكاه اللي كانت بتحصل الدوله المصريه، واشوف المقترحات اللي بتترفع، وكان الوزراء كانوا بييجوا يقعدوا معانا كشباب ويستمعوا للنقد وللرقابه وللنقاش، وبنوصل في الاخر بتوصيات بتتنفذ. النهارده كل القرارات اللي بتتاخد فيما يتعلق بالمسار السياسي انا بشوف ان هي نتيجه لنقاشات، مش نتيجه لان هي بتهبط علينا من القياده السياسيه. شوف النهارده مثلا موضوع الافراج عن الشباب اللي كانوا محبوسين على ذمه قضايا، النهارده ده كان مقترح من مقترحات مؤتمر الشباب 2016 وما زال يتجدد. في خطوات كتير، خطوات جاده جدا واللي تاثيره كبير جدا، لان النهارده انا لما باخد قرار وبشرك الطوائف المختلفه فيه وابدا ان انا انفذه، انا بحسس الناس ان هم شركاء في الحكم، مش ان الدوله وصيه عليهم. بالظبط، هو ده اللي احنا متوقعينه من الحوار الوطني. بشكرك جدا يا باشمهندس احمد، نورتني وشرفتني. انا بشكرك واشكر كل الساده المشاهدين، واتمنى لكم التوفيق باذن الله في البرنامج. ودلوقتي هنروح لفقرتنا الاجتماعيه وحكايه امل جديده. خطوات كتيرة بنمشيها في الحياة، منها اللي بنقدر ننفذه ومنها اللي بنحتاج اللي يدعمنا ويسندنا عشان نقدر نمشيها ونكمل المشوار، وده اللي عملته حياة كريمة مع إبراهيم. احنا النهاردة في قرية الفهميين، مركز الصف، محافظة الجيزة، قرية بسيطة وصغيرة، لكن حلم ابن القرية كان كبير، حلمه انه يقدر يكمل تعليمه، وقدر انه يغلب التحديات والصعوبات القاسية. جوه البيت ده هنعرف حكاية إبراهيم، حكاية عمرها أكتر من 20 سنة، حكاية أمل. ازيك يا ابراهيم؟ ازيك يا ابلة؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. واحنا جايين البلد كله بيقول ابراهيم ابراهيم. والله اول حاجه حافظ القران. انت حافظ القران الكريم؟ الحمد لله. حافظه كله ختمه؟ الحمد لله. من امتى؟
ختمه وانا عندي 14 سنه. ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. احكي لي بقى، عايز اعرف حكايتك ايه. فطبعا لما دخلت الحضانه انا اول حاجه كانت مهتميه بيا وكانت معايا على طول ومشيت معايا من صغري. والدتك؟ والدتي. لما دخلت المدرسه العام اول سنه لما ظروفي والحسب ظروفي ما رضوش يستقبلوني او رضوا يخلوني ان انا اكمل المدرسه. ليه؟ الاسباب المرض اللي فيا من لازم انا اروح هناك، لازم حد يقف جنبي يهتم بيا، الكلام من ده. فطبعا في ناس قبل والدتي قالوا لها ايه، هاتي عندنا ايه، قدمي في المعهد الديني. انت كنت حابب ده من جواك؟ حابب ده. ايوه طبعا. الأبل والاساتذه اللي في المعهد الديني يختلفوا كتير عن المدرسه العامه. مين اللي كان بيقف جنبك يوديك يجيبك؟ والدتي هي اللي وقفت جنبي واللي شجعتني وهي اللي السبب اللي انا فيه لغايه دلوقتي. ايه اللي عندك؟ عندي ضمور في العضل، شلل الاول نصفي. فطبعا الدكتور قال لي هيجي عليه سن ان هو هيقعد. الاول كنت بتحرك بس مش بتحرك يعني زي اي حد. كان في امل يعني للعلاج؟ والله هو الدكتور بقى قال لوالدتي ان هو هيجي عند سن محدد وهيقعد. فوالدتي ما رضتش تحكي له. ده الكلام ده وانت كان عندك كام سنه؟ وانا عندي 8 سنين. ربنا عوضني بوالدتي، شجعتني وقالت لي ربنا يمكن ربنا خد منك حاجه ويديك حاجه احسن. حياه كريمه وصلت لك ازاي؟ المؤسسه كلموني. فطبعا خدوا معايا ميعاد ان هم يجوا يقعدوا معايا شويه. فقلت لهم حاضر. ففعلا فجوا لي واستاذ محمد رمضان جماعه لقيته دخل عليا وجاب المتطوعين حياه كريمه. فطبعا قعدوا معايا فقالوا لي يعني طلباتك اللي انت عايزه. حسيت بايه وفريق حياه كريمه عندك؟ حاسس والله ان لسه الدنيا فيها خير. لسه يعني الدنيا لسه فيها خير ولسه في ناس حلوه. قلت لهم والله ان انا كل اللي محتاجه كرسي بكهرباء متحركه. قالوا لي فطبعا لما سمعوا مني كرسي بكهرباء ان انا عندي كرسي ما بعرفش اتحرك بيه وحاسس ان انا زي نظام عاجز فعلا. حياتك اتغيرت ازاي بعد حياتك الكرسي؟ اتغيرت طبعا بعد الكرسي ما جه وقعدت عليه وجربته يعني طلعت بره يعني حاجات كتير اتغيرت. المكان اللي انا عايزه اروحه مثلا حبيت اروح النادي، حبيت اروح حد من زمايلي، حبيت اروح حد من قرايبي. حسيت انك بتتعامل شخص طبيعي. بتعامل شخص طبيعي زي خالص. مش 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 زي مش متواكل على حد، مش مش متقل على حد. ايوه ده اللي انت كان نفسك فيه. ده اللي انا كان نفسي فيه. انا عرفت ان انت بتحفظ القران لاهالي القريه، ما بتاخدش اجر. لا ليه وانت في الظروف دي محتاج ان الفلوس، ليه بتحفظ القران من غير ما تاخد اجر ولو حتى اجر رمزي او اجر بسيط؟ ان انا مشيت خدت وعد عن نفسي من صغري ان يا رب تقف جنبي امشي في تعليمي. بعد ما والدتي ما شجعتني واهتمت بيا فقلت ان انا تديني نفحه من عندك ان انا اختم قران. ما شاء الله. وفعلا حصل. وان انا احفظ اطفال صغيره. وديت نادرها لله. نفسك توصل لايه؟ نفسي يعني الحلقه ده توصل لسياده الرئيس باذن الله. انا عايزه اقابله. نفسك تقابل سياده الرئيس؟ نفسي ان انا اقابله باذن الله ان شاء الله. وايه تاني؟ والله ان انا اعوض اهلي. ان انا اوصل للهدف ان انا اعوضهم عن اللي فات. ان انا عايزه اريحهم وان عايزه اريح والدتي اقدم لها حاجه. بشكرك يا ابراهيم، ويعني دي من احسن الحلقات اللي انا عملتها ومبسوطه. انت شجاع، حاسه ان انا قاعده مع حد شخصيته قويه. الله يخليك. مكافح، عندك عزيمه وعندك اراده انك تكمل. بنحتاج دعم، بنحتاج مساندات،
لكن انت من جواك عايز تبقى حاجه. ربنا يوفقك يا ابراهيم ويكرمك واشوفك احسن حد في الدنيا. الله يخليك يا رب. إبراهيم لما دعيناه لإفطار شهر رمضان المبارك تبع مؤسسة حياة كريمة، فبصراحة هو لبى الدعوة وجي فطر معانا، كان يوم جميل جدا. وبصراحة يعني طلب مننا بعض الاحتياجات، منهم كرسي متحرك كهرباء عشان يروح بيه الجامعة، لأن يعني في مشقة وفي عبء كبير على أسرته، وأسرته كانت بتوفر له عربية ذهابا وعودة تقريبا يعني طوال أيام الأسبوع، فده بيكون تكلفة كبيرة. لما طلب مننا كمؤسسة حياة كريمة كرسي متحرك كهرباء، فإحنا كمنسقين خطوات بتتم إزاي؟ بصراحة يعني إحنا كمنسقين حياة كريمة يعني لجينا أو ذهبنا لإبراهيم، رحنا بيته قعدنا معاه كفريق وشفنا احتياجاته وعملنا ليه استمارة يعني مؤسسة بحث اجتماعي زي بحث اجتماعي كده، وشفنا مشكلته وإيه اللي هو بيعاني منه، وطلب مننا كرسي متحرك كهرباء، فرفعنا للجانب الاجتماعي في المؤسسة. عرفت إنه محتاجه فعلا، لقيته محتاجه في أشد الاحتياج، لأن أسرته يعني بتعاني كتير لما يروح للجامعة، وطبعا يعني في شريعة وقانون أزهر وشاب متميز جدا. فبصراحة عجبني حالة إبراهيم فاشتغلت عليها ورحت للمؤسسة، أو يعني بعت التقرير الطبية بتاعته، وبصراحة المؤسسة لبت طلب إبراهيم ووفرنا له كرسي متحرك كهربائي. بتحس بإيه لما بتساعد؟ كفاية دعوتهم بصراحة، ولا محتاج ناقة ولا جمل، يعني محتاج دعوات الناس الغلابة. شوف الفرحة في عيونهم. كفاية إن إحنا كنا سبب إن إحنا نكبر بخاطر الناس الغلابة بصراحة، لأن إحنا في زمن إن إحنا لازم نمسح دموع الناس. لقيت ضحكة حلوة كده، عايزة أعرف إيه اللي خلاكي تنضمي لمؤسسة حياة كريمة؟ لقيت كل خير في تبع حياة كريمة والله الحمد لله، لينا الغاز ولينا مستشفيات. كانت تبقى واحدة مثلا هتولد ولا حاجة وندور على نص الليل على قد ما نوديها مستشفى ولا نوديها حاجة، مفيش حاجة خالص من زي كده. ربنا كرمنا بالمستشفى والصرف الصحي ما شاء الله اشتغل، والمستشفيات والغاز دخلوا البيوت كلها، فالحمد لله يعني. والواحد بيعمل خير كتير. وانا لما سمعت على حاجه ابراهيم النهارده انا حبيت ان انا اجي واشوف الحاله. وشفتك النهارده واقفه في حاله ابراهيم بكل قلب، كل ده ليه؟ انا الحمد لله ادي لي 9 سنين من سنه 2015 وانا بحب اعمل خير في كل حته. عضوه في جمعيه وعامله جمعيه مع نفسي في البيت، واي جمعيات بحب اساهم فيها لله في لله يعني. وما صدقت سمعت على حياه كريمه كده، قلت لازم اخش فيها واشوف هم بيعملوا ايه عشان اعمل خير للناس واساعد الناس. حياة كريمة مش بس غيرت في حياة إبراهيم، ده كمان غيرت حياة شباب مركز الصف كله، لما حولت أرض بور لمركز شباب يستثمروا فيه أوقات فرحهم بممارسة الرياضة وتنمية فكرهم ورفع مستواهم الثقافي واكتشاف مواهبهم. ده حتى الست المصرية بقى ليها وجودها في المركز اللي خصص ليها مكان تتدرب فيه على صناعة المشغولات اليدوية. كان التوجه دايما من القيادة السياسية ان مراكز الشباب تبقى مراكز شباب خدمة مجتمعية، وده اللي حصل بالفعل. حضرتك لو وصفت لك المركز هنا الملعب دوت كان ملعب عبارة عن ملعب ترابي، دلوقتي بقى منجل على اعلى مستوى، بقى فيه غرف خلع ملابس ومدرج وصالات جيم ومركز تخاطب بيعالج اولادنا ذو قضاة الهمم. فرق مع اهلي جدا جدا. عاوز اقول لحضرتك دلوقتي ان مركز الشباب دلوقتي بقى تحول من مركز شباب انه مش بس رياضه بس، لا ده تحول مركز خدمه مجتمعيه، بالدليل ان حضرتك هنا اي فعاليات بيستقبل، اصبح المتنفس الوحيد في ظل مبادره حياه كريمه لاهالي الصف ومركز شباب الصف. وصلت الجيم دلوقتي انا بقى فيها تطور كبير جدا، بقى انا بقيت عامل فتره صباحيه وفتره مسائيه، جايب مدربه معتمده اخصائيه تغذيه. كل التطور اللي احنا شايفينه ده يرجع لمين؟ يرجع طبعا بفضل ربنا في الاول وفي الاخر، بس لو نتكلم على اشخاص حياه كريمه هي اللي ادتنا مساحه ان احنا نشتغل. لما الناس هنا شافت الشغل والتطور فبدات الناس بدات تنجذب لمركز الشباب.
تحية للمصانع، تحية للمدافع، تحية للغيطان، وتعيش يا مصر حرة لآخر الزمان، وتعيش يا مصر حرة لآخر الزمان. بجد اليوم حلو قوي قوي معاكم، يعني قضينا يوم من أجمل الأيام حقيقي، حاسة أن أنا وسط أهلي. وزي ما بيقولوا المسك في الختام. في آخر اليوم بعد ما خلصنا تصوير جالنا محمود، طفل يعاني من اعوجاج في العمود الفقري، وبكل براءة وعفوية طلب نصور معاه. ازيك يا محمود؟ الحمد لله. جاي نادي هنا ليه؟ عشان الزيزي يصفرنا، عشان عيان عندنا عوج في العمود الفقري. وكانت المفاجأة سرعة استجابة شباب حياة كريمة. احنا والله كفريق عمل او فريق متابعة مؤسسة حياة كريمة، النهاردة قابلنا بالصدفة حالة محمود، فبصراحة انا حزنت جدا لما شفت ظهره بالشكل ده، فهو اخويا الصغير بصراحة، فباخد بياناته وهرفعه للجانب الطبي ان شاء الله، هرفعه لمنسق عام مركز الصف، وان شاء الله هنرفعه للجانب الطبي في المؤسسة، ونشوف حالة محمود، وإن شاء الله لو حالته تسمح لعملية ونكون سبب إنه يقف على رجله ويكون ظهره في زينا، فإن شاء الله يعني نكون سبب إن احنا نرسم البسمة على أسرة محمود بإذن الله، وندعو الله بإذن الله إن احنا نكون سبب في سعادته إن شاء الله. خلص اليوم بمركز الصف، وشفنا إن حياة كريمة إنجازاتها بتغير ملامح بلد وبتحيي قلوب ولادها. استنونا في الحلقة الجاية وقصة جديدة وحكاية أمل نشوفها بعين الوطن.